معك أستاذ ناصر السبيعي، تفضل. أول شيء يعني إحنا نذكر بعضنا في يعني بعض من لمحنا من أخواننا الإعلاميين. أحيي الدكتور ثواب السبيعي والإعلامي الجميل مشعل الأسباني. نعم، نخبة جميلة اليوم من الإعلاميين والمؤثرين معانا، نورتوا. طبعا يعني خالد أقول لك اليوم أنت غير. أبدعت، كنت جميل، اليوم مدهش. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. واضح يعني، واضح يعني أنك أنت بدأت تشعر بالمنافسة. صحيح. واضح أنك أنت تبي تروح معانا إن شاء الله للمحطة الأخيرة، وأنت تستحق هذا الشيء. الله يجزاك خير. أنا بقول لك على شيء، تقول الشمالي ما هو بدايم يجي صدره شمالي، للظروف أحكام تفرضها على صدر المعنى، والله إن صدري مدينة حلم لكن الأهالي دمروها واشعلوا نيرانهم منا ومنا ومنا. أنت لو ما قلت إلا بس هالبيتين في القصيدة تكفيك يا الله. أحب يعني بحب أضيف وخلي الفرصة للأخوان، لكن من جمال القصيدة صراحة ودي أقرأ أبيات أكثر يعني. الله يجزاك خير. لو حقيقة واقعي أكثر غرابة من خيالي، الواقع أغرب من الخيال، معنى جديد رائع هذا البيت يا خالد. الله يجزاك خير. أبي أقول لك في آخر بيت، قصيدة كلها جميلة بس مو معقولة يعني أقرأها كلها وخلي الأخوان. الله يجزاك. يلا أنك تأخذ بيدي وأنا ماني مثالي، مير أحاول منثني للريح لو غيري تثنى، إن شاء الله أنك ما تنثني للريح. الله يجزاك خير. إن شاء الله أنك معنا إن شاء الله. الله يجزاك خير. قصيدة رائعة يا خالد. الله يجزاك خير.